السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نقدم لكم مراجعة للوحدة الثانية لتبدأ بدرس الأشكال الثلاثية الأبعاد. في البداية الأشكال الثلاثية الأبعاد يعني إيه وجه، ويعني إيه حرف، ويعني إيه رأس. فلو نظرنا إلى الشكل هذا هو شكل مكعب. الوجه يعني أحد السطوح، يعني الوجه زي هذا كده اللي فوق زي السطح أو القاعدة، يمين يسار وراء الخلف بالأمام، كل ده اسمه وجه، تمام؟ وهو سطح مستوي، يلتقي الوجهان في حرف، يعني الوجه اللي تحت هذا مع الوجه اللي فوق يلتقوا في هذا الحرف. تلتقي كل ثلاثة وجوه في رأس، الرأس اللي هي نقطة التقاء الحروف، نقطة التقاء الحروف، تمام، او بنسميها نقطة التقاء الأوجه بنسميها رأس. عندي شكل اسمه المكعب، تمام، جميع أجزاؤه مربعة، جميع أوجهه مربعات، وعندي حاجة اسمها منشور ثلاثي. منشور ثلاثي له قاعدتان مثلثتان، هذا والمواجه له، والأوجه الجانبية مستطيلات. المنشور الرباعي جميع أوجهه مستطيلات. الأسطوانة قاعدتان دائرتان وسطح أملس من الجانب. الكرة كلنا نعرف شكل الكرة. الهرم الثلاثي جميع أوجهه مثلثات. المخروط له قاعدة دائرة وله رأس واحدة والجانب بتاعه أملس، تمام. الأسئلة بتجي إزاي؟ يعني فتأكد هنا بيقول لي حدد عدد الأوجه. الكرة ليس لها أوجه، والأحرف الكرة أيضا ليس لها أحرف، والرؤوس الكرة أيضا ليس لها رؤوس. طيب لو رحنا شفنا رقم 2، الشكل اسمه إيه؟ اسمه منشور ثلاثي. منشور ثلاثي، طيب عدد أوجه المنشور الثلاثي 5، وعدد أحرفه 9، وعدد رؤوسه 6. طيب الأسطوانة، الأسطوانة عدد الأوجه اللي هو القاعدتان يعني يعتبر وجهان، والأحرف ليس له أحرف، والرؤوس ليس له رؤوس، تمام. واسم الشكل قلنا أسطوانة. طيب رقم 4 ورقم 5 ورقم 6 بيقول لك سمي الشكل الثلاثي الأبعاد الذي يمثله كل مخطط مما يأتي. لو لاحظت رقم 4 ده منشور رباعي لأن جميع أوجهه مستطيلات، رقم 5 ده مكعب، رقم 5 ده مكعب، رقم 6 منشور ثلاثي، منشور ثلاثي، تمام. أشكركم على حسن استماعكم، والواجب بيكون تدرب وحل المسائل من رقم 9 إلى 17، يعني ولا نخفض الواجب شوية نخليها 9 و10 و11 و15 و16، يعني الواجب 9 و10 و11 و15 و16. أتمنى التوفيق للجميع.